نفسي عضوة في غرفة الشيء التجارة، والحمد لله فرحت بالسيد الوزير كوني جبت منظمة لتقية السياحة وإحياء التراث. ومن هذا الشيء الإشعار المواطن تمشنتي هو السياحة في أهل تمشنت، واللي راها هذه الأيامات خاصة المواطن يهضر عليها في سوق فيسبوك بزاف. نقول للمسيو الوزير كلمة اللي عجبتني، اللي هي أعطى نظرة مع السيد الوالي على الحمام بوحجر، كومبليت حمام بوحجر. حنا نتمنوا السيد الوزير باش تكون هذه ماشي نتمنوا تكون مواصلة في الكومبليت تاعنا إن شاء الله، كو سوسوا أن انفستيسور يدخل على كلاد عين تموشنت، وما كانش غير حمام بوحجر. كاين نطاق الفرصة اللي فيها حرفيين وصناعة تقليدية من لا ماتيغ بروميير تاعهم، كي حنا نقولوا من عندهم، ما كاينش دراهم، ما يخصوش دراهم. نساء حرفيات الحمد لله من الأرجيل ومن الحلفة يقدروا يقدروا حنا نقولوا يخدموا على تموشنت كاملة. باغ إكزومبل كيما الشواطئ، الشواطئ اللي هي برسك منعدمة في عين تموشنت، لي كابانو راهم يطيحو، لي زوتيل راهم يتبنو ماشي كاملين. نتمنوا باش السيد الوالي، والمرة اللي فاتت راني هدرت مع السيد الوزير كي جا للقرايب قال لي الحمد لله ما فيهاش ما نبقى مناطق للتسلية والترفيه لولادنا وحتى حنا في عين تموشنت في هذه الأطراف اللي فاتت. نو سي مون كوفيد، مي سي با كوفيد اللي راه ديالنا حنا مبكرين على كلش نروحو، عندنا مدة ساعات راه غادي راح نشوفو المواطنين اشاك فوا فيسبوك يهضرو، مانيش عارفة الغلطة وين راها. كاين لي زانفستيسور، مسيو حاتمي جا البارح لغرفة التجارة، غرفة التجارة الحمد لله كانت غرفة التجارة مهمشة. دوك راح نشوفو مع مسيو حاتمي قرانا ولادنا درنا لي ديبلوم الحمد لله، ما حنا راحنا نبادرو. انا ما نكذبش عليك، غرت الاسبوع الماضي كاين واحد السيد راه دائما يعرفوه دائما يتكلم على السياحه، حفز قلت جات فرصه لي باش نهضر، وزدت حفزني انت باش نهضر على هذا الشيء. مثلا لي زوتيل تاعنا حنايا كيما نتحط الهاصه، نقدر انا نقول لك باللي ممكن كل اوتيل يروح يقدم الوجبه في اوتيل بال ان سيرفيس فوراتي باغ اكزومبل في الأرجيل، بوكوا با نقدرو نخدمو، عندنا بزاف لي تاجنايا، عندنا لبوس الجار، موارد مائية، عندنا كواليوم، عندنا موانئ، حنا عين تموشنت اللي عيش. نتمنى سي الوزير باش تدو هذا توصلو هذا الميساج للعاصمة هذه، ونشكركم.